نشر المستشار تركي آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على تويتر، مقطع من مسرحية كوكو شانل لشريهان المقرر عرضها على منصة شاهد في اي بي السعودية، حيث علق عليها: مين منتظر مثلنا العرض الذي سيشعل فينا ذكريات الزمن الجميل؟ النجمة شريهان تعود بعد غياب 30 سنة على خشبة المسرح. هذه المتهمة ارتكبت برمها على حبيت، للأسف حبيت. اللي بيتحكم في الحب القلب، واللي بيتحكم في القلب الحب. النجمة شريهان في كوكو شانيل قريباً.